الاشتباكات الميدانية استمرت عنيفة بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة جنوب غربي مدينة درعا، حيث استمر كذلك القصف الجوي لطائرات النظام على المنطقة. حوراء نايمة. ولم تعرف بعد حصيلة تلك المواجهات من الخسائر البشرية والإصابات. في الأثناء بدأت جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الكازاخية أستانا بين الأطراف السورية المتنازعة برعاية روسيا وإيران وتركيا، وتعتبر هذه المحادثات تمهيدا للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تبدأ الأسبوع المقبل في جنيف. وبالتوازي مع ذلك التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو بهدف مناقشة إيجاد حل للنزاع داعيا إلى تسريع العملية السياسية.